رد عليهم البوليس نحيو البوليس مش ملا قلت دخل سخوني في كوت انا حاسس المواطن انه ممكن يتشاف من طرف رجل الامن بدون يشوفه. طلع هذيك تاع رياض الفتح كان واحد ستوب نوقف موطار بدا مستوب الموقوف في بالغ لدرجه المبالغه طابور تاع السيارات يستناو حتى انا يرضى عليهم البوليس نحيو البوليس مش ملا قلت دخل سخوني في كوت انا حاسس المواطن انه ممكن يتشاف من طرف رجل الامن بدون يشوفه. هذه هي الفكره اللي بديتها تاع شرطه المخفي. انا مفتخر بها الفكره لان حاليا فرنسا تستعملها. حاليا لا تستعملها. حصه كيما لا ميثود ماشي لا ميثود الطريقه. شوف كانت الالمانيه والالمان الطليان بزاف البلدان في اوروبا ياخذوا الفكره هذه كيما في فرنسا هذوك اللي حكيت هربوا يراقبوا المرور بالدرون. علاه؟ علاش هاني؟ انا نتبع باسكو ما لازمش نقعد جامد وقال نعرف المعلومه تاع البارح، لازم نعرف المعلومه تاع غدوه. لاحظنا هنا مثلا نكون نمشي في الطريق ساعه واحد يشعل لي كود فار. تحبي الخير، نحبس واش كاين؟ رد بالك هم ما باغي هذه كاينه. ما انا في اوروبا ثاني كاينه هذه. ما انا واش دار لك؟ ما كاين حتى رادار. الدرون. في الدرون في السماء. هم يراقبوا المرور بار دي درون ايريان. ما فيها لا كنت فرد قالهم تما دونك ما يعرفش منين تشب ترجعت يعني فكرت الشرطي المخفي لان شرطي في السماء يسجل السيارات كي يرتكبوا المخالفات ومن بعد يوجه نداء للبراج يكون في الهواء ويوقفوه ويقولوا له راك كنت تدير تبعوا بعد في وسط الحصه شغل تستعمل واحد الملح في الحصه تجيب حاجه طريفه ضحكنا اطرف حادث صرات معاه وين صرات؟ لا هي كان عندي هذا قريت انا لا كوميدي ايطاليان ايطالي سي لا تيلي رياليتي عندك قريت موليير كان يربي بالضحك موليير تشوف المسرح تاع تقول هزليه ولكن يبعث في ميساج دوك يفالي فراك سكتي لانك كي قلعت انا قلعت بان هانديكاب لا بوليس دير لها ميشون في التلفزيون ما تبعوهاش. على هذيك اللي فكرت في عنوان يجلبوه هو شرطي المخفي. نهار اللي المواطن المشاهد توالف مع الحس الشرطي المخفي وتوالف مع الصوت تاع العبد الضعيف وتقبلها رديتها تارك سلامة. لأن لو بديت بتارك سلامة في البداية كومتيتر موراليزاتور. فهمت كيف؟ دونك كانت منهجية بيداغوجية احنا قررنا دكتور بيداغوجي في المانيا دكتور بيداغوجي شو استفدت من المانيا وجوكا؟ شو الاشياء اللي جبتها من المانيا في التكوين؟ نعم الاشياء اللي استفدت منها في التكوين في المانيا جوكا مثلا التكنيك اوتوموبيل من الكودرون حتى المونتين تاع الاوتوموبيل ندير دروس ولا ميكانيك ولا في الالكترونيك ولا في السيارات ولا حوادث المرور عندهم تكنيك يعني هاربين ولكن ما قنعتش انا بالشيء اللي ديته لان انا نتبع في الانترنت وين وصلوا ما خليش القطار يفوتني هذه هي ما جاوبتنيش على السؤال اطرف حادثه في الولايه صراتك واحد هكذاك صدفه احنا اللي عقلت كيفاش تقول لك ان البقر يمشي في المدينه مش عارف هنا في دياز جبت الموسيقى هذيك تاع الكوي بوي هذيك الموسيقى تاع اطرف تاع لو بون لابريت لو تريو لا لا بونتا روز كي ندير هذاك الفهد الوردي عارف باللي سي بيرليسك هنا في دياز الداخل لاكور تاع الولايه البقره تبعها وجاوني في الليل جماعه كنت ساكن في الباراس عدموني جاو جماعه مسينا محمد واش كان هذيك السيطه هذيك تاع بكره ولا اسمع شنو هذا جوني هذوك انتوما راح تصبح بعدها بار موطار المهم
شي اقتراحات اللي قدمتها مثلا في ولايه واستجبوا ثمتم في ديك الحصص تاعك كانوا استجبوا للملاحظات والله انا كنت فكر كاين قدم ملاحظات ملاح هامه كاين الاخطاء هذيك تاع كاين والي من ولايه تاع البرج ربي يذكره بالخير قال لي سي العزوز انت المفروض نخلصوك راك ديرنا لوديت على ولاية وقال لي هذاك الوالي قال لي حنا كي نخرجوا اون فيزيت البروتوكول يجوزونا غير وين شوف حمد راك تورينا العيوب تاعنا انت تنعت لنا الاشياء في ولايتنا اللي ما نعرفوهاش صلحها هذاك الوالي هذاك انا جايك درت مثلا في ولايه من الولايات قلت كام حصه قال هذه طريق الشعب هذه طريق المير اوري هذا وهذه طريق الوالي من ولايه لاريندا وخليت يحسب المواطن يستنتج لان انا ندير لا كوميونيكاسيون انتيليجونت ما عندها ما نشرحش نخلي المواطن يستعمل الذكاء ديالو باه ياخذ سي اون ابل سون بسيكولوجي لا كوميونيكاسيون انتيليجونت تدير جوتيليز لانتيليجونس دو لانتيروكيتور دو تيليسبيكتاتور اي لي باتي برونونت على هذيك اللي تعاطف مع الحصه حسب اللي ديالو تلقى مثلا يصبر ظاهرة واحد دار المخالفة حارش الصب يقول لي ما حارش ما نهضرش معاه المشاهد ينفعل كيف احنا نشوفه يحرك الصب ويقولنا ما كانش ينفعل هو ينفعل هو ينفعل يعني شاف في غاليزان كان الكولونال سيكتور ميليتير عيط لي قال لي محمد انا اليوم كي شفت خويا كيقول لي عقروني نقول له في الدافع باسكو انا نشوفه بعينينا باللي ظلمونا وحقرونا وكذا المهم جبت نعطيك حرية سؤال على 360 درجة اسأل برا سواء ميكانيك ولا اوتوموبيل ولا جي باسي كون ميم انفورماسيون داكسيدونتولوجي لي زاكسيدون ماشي هكذاك كاين دراسة شو ولا لا ميكانيك بنفسها انديفيرونس ميكانيك تجي بسبب حادث مثلا وروح شو قدرت تغير الفلاش ديسك لو فيها بزاف